يلا بينا. استاذ رامي المذيع المتعلق فوارس الاسلام وفارس من فوارس القناه الاولى، بيحب يتعزم ولا يعزم في بدايه الشهر الكريم؟ في بدايه الشهر الكريم يمكن شويه العزومات بتبقى عندنا يعني، بتبقى او يمكن بنعزم، لان انا عندي انا دايما والدتي بتحب اول ايام الشهر يعني تعزم، وكان ده طبع في والدي برضو الله يرحمه وجدتي، كان فكره ان العيله تتجمع بالذات اول يوم ده عند حضراتكم في عندنا البيت. في البيت فده يعني ده اللي بتبقى عزومه، وده بيبقى يوم شبه مقدس كده، ان لازم اليوم الاول ده وهياكلوا من ايد والدتي، فخلاص بقى يعني العيله كلها بتبقى مستنيه بقى اليوم ده، ياكلوا من ايد الحاجه بس اكله امي بقى اكله امي. شفت انت قلت الاسم تلقائي ازاي؟ هو فعلا هو اكله امي فعلا او اكل امي يعني الجمع يعني حل. ده بمعنى الكلمه، وهي حل. كانت بتبقى متخصصه في حاجات معينه بيبقوا طالبينها قبل ما يجوا، يعني انا ببقى بجد. عارف يعني خلاني وعمامي زي ايه كده يا رامي يعني ايه الاكله اللي دايما فيه محاشي بكل بقى مكتوبه محاشي بكل تفاصيلها الله الله يعني المحشي البتنجان بالوانه لو انت بتتكلم جوعتني والورق عنب أيوة. الله الورق عنب بقى بتعمله أيوة. خطير جدا وتحط معاه سلطه زبادي برضو مع محشي الورق العنب وفي كمان انا بحب جدا من ايديها لما تعمل المحشي، بس محشي بقى اللحوم بتبقى بطاطس ومحشيه لحمه مفرومه الله لا دي بتبقى زواق. لا بتبقى رائعه زواق. دي رائعه جدا الصغيره دي لما تحشي لحمه مفرومه بتبقى لطيفه وجميله جدا حبيبي. جدا جدا حبيبي فبتبقى انا بحبها بتبقى بتبقى العزومات والسمبوسه بتبقى والسمبوسه بتعملها بقى حاجتين بالجبنه وباللحمه المفرومه بتعمل الاثنين بس انت بتخش تساعد الحاج ده في المطبخ من صغري بصراحه بعمل اي نعم بتعذب بصراحه وانا بقعد كده بساعد بس انت ممكن تكون بتقول لنا كده عشان تثبت انك انت يعني شاطر ان انا طب احنا هنسمع دلوقتي انت بتخش المطبخ ولا ما بتخشش؟